السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحلقة العاشرة من حلقات رمضان كريم لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية. حلقة النهاردة إن شاء الله عن القرابين السائلة في مصر القديمة. لما أنت بتتكلم عن أنواع القرابين والتقدمات، لما بتشوفها في مناظر التقدمات ومناظر مفردة على الأعمدة في صلاة الأعمدة المختلفة من معابد، ويجي الجس يسألك، فمعظم الليكويد اوفرنجز اللي بيقولوا عليها القرابين السائله بتكون في شكل فازه، وكل نوع من الانواع بتاعت القرابين السائله ليه شكل من الفيز بتاعته. ممكن انت ما تقراش هيروغليفي، بس من شكل الفيز بيكون ليه شكل معين تتعرف عليه. يعني مثلا زي القرابين السائله عندنا كلمه مو هي ميه او القبح، قبح مو اللي هي، او دي في الكلمه قبح اللي فيها زي فصين مصبوبين، ده معناها ماء ساجع، يعني ميه فتره مش ميه سخنه، يعني ميه فتره. ده من القرابين السائله المشهوره في مصر القديمه. النوع الثاني من القرابين السائله مثلا كلمه ارب، ارب اللي هي بيكون فيها النيو جار زي الفصين الصغيرين دول اللي بيمسكهم مثلا في منظر الشارع. دي أمثلة أنا بس عشان برضو مش هوضح بالصور. المثال اللي هو في مقصورة أنوبس في معبد حتشبسوت، الجدار الشمالي، الملك تحتمس الثالث بيقدم النو جارز للإله سكر اللي هو على شكل صقر، فده إرب اللي هو إيه الواين، وليه رمزية عند المصري القديم هو دم أزير. والقربان الثالث اللي هو الإريتد، دي دايما تلقاه في مناظر في المميزي، اللي هو زي لما تلقى في منظر في دير المدينة من الظهر عند منظر التتويج بتلقى في الإريتد اللي هو اللبن، يبقى عندك المية والخمر اللي هو النبيذ الإرب، وعندك اللي هو الثالث اللي هو اللبن. النوع الرابع اللي هو عندك الحنقت اللي هو البير، وليها شكل معين، فهي ايه الحنقت تلقاها بالحبل كده الكلمة، وحرف الحاء اللي هو المربع الناقص، والنون والحبل مع ايه القاف في اللغة المصرية القديمة شكلها، فبيدي لك ايه البيرة. النوع الخامس اللي هو قربان برضو مهم اللي هو الهاني، اللي هو اسمه بيت، معناه قربان العسل اللي هو عسل النحل، فدي من القرابين السائلة عند المصري القديمة. شكراً.